بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدنا اليوم مع الشابتر الثالث أو الجزء الأول من الشابتر الثالث، هنتكلم فيه عن Digital Logic Design Gate Level Minimization. من الاسم واضح أنه Gate Level Minimization، يعني هنعمل Minimization للجيت، لمستوى الجيتس، يعني عشان نبسط الدائرة الرقمية بحيث تكون التكلفة أقل لو عملنا لها Implementation أو تصنيع لاحقاً. المقدمة، الموضوع introduction. إيش يعني gate level minimization؟ refers to the design task of finding an optimal gate level implementation. لاقي ال optimal situation، الحالة المثالية لقيت عشان نعمل implementing لمين للboolean function describing a digital circuit، عشان نعمل للboolean function أو الدالة الجبر البوليني نعملها إيش تبسيط. نلاقي الاوبتيمال امبلمنتيشن عشان ايش؟ عشان يكون ايش عندنا الديجيتال سيركت ابسط ما يمكن، لانه عمليا البولين فانكشن بتعمل ديسكرايبنج او بتوصف شكل ايش الديجيتال سيركت او الدائره الرقميه. تمام. فتبسيط هو الجيت ليفل مينيمايزيشن، يعني بسط الداله عشان تبسط في الاخر بالنهايه الدائره الرقميه. طيب، عندنا هاي حسب هذا ماب ميثود، طريقة الخرائط، الخرائط التبسيط باستخدام الخرائط. The complexity of digital logic gates، التعقيد تبع digital logic gates هي بناء على الكومبلكسيتي او التعقيد او التركيب تبع ايش المصطلح او الدالة الجبرية اللي بتعبر عن هذه الجيت. تمام. فبالتالي لو عملنا بتبسيط للمصطلح الجبري او الاكسبرشن الجبري هذا، هنبسط بالتالي كمان مين ايش اللوجيك جيتس الموصوفه باستخدام هذا المصطلح الجبري. فاللوجيك مينيمايزيشن هو الجبرايك ابروتش لاك سبيسيفيك رولز. يعني عندنا موضوع نعمل لوجيك مينيمايزيشن باستخدام المنطق، نعمل تبسيط للدوائر، حيكون في عندنا عقبة منها إنه lack of specific rules، في عندنا فيش عندنا إيش يعني قواعد جبرية محددة يتم عن طريق التبسيط. إحنا لازم نزود، إذا شوفنا في المحاضرة الماضية التبسيط بيتم بالخبرة باستخدام القوانين الجبرية العامة، والواحد حسب الخبرة تبعته بصير يبسط الدائرة هذه أو ال function البوليني عشان إيش شوي شوي يطلع إيش function بسيط في النهاية. بس بناء على الخبرة في القواعد الجبر البولينية يتم التبسيط. ما فيش specific rules، يعني ما فيش قواعد محددة للتبسيط. وبالتالي كان موضوع ما يسمى بكارنو مابس. بتحكيتها بكارنو بس بتنحكي كارنو، أو سموه خرائط كارنو أو كارنو مابس. تمام. هي عبارة عن إيش simple straight forward procedure، عبارة عن عملية مباشرة وبسيطة. بكتوريال فروم تروث تيبل، يعني بناخذها من تويتر وبشكل مباشر، صوره من ناخذها بشكل صوري من صور، يعني بشكل بتاخذ شكل صوره من تروث تيبل تبقى الحقيقه. ابليكابل اوف ذا فاريبلز اوف نمبر اوف فاريبلز ليس ذان 7، يعني هي لما يكثر عدد الفاريبلز بصير موضوع تطبيقها شويه صعب، بس على عدد 2 3 4 يعني بكون مقبول، عامل تطبيقها 5 6 بصير صعب شويه، بعد الستة طبعا بصير بدها كمبيوتر يعني عشان يتم استخدامها. تمام. A diagram made up of squares، بنحول بنعمل التروث تيبل الى عبارة عن diagram مكون من مربعات، كل مربع بنعبي فيه ايش المين تيرم تبع الدائرة. المين تيرمز قلنا هي عبارة عن ايش، هي انه لما يكون في عندنا واحد في الدالة في التروث تيبل ناخذ ايش ما يقابلها الواحد، مثلا اكس واي زد مثلا فيها واحد، او اكس داش واي زد فيها واحد، ناخذ المصطلح هذا الواحد هذا وين يجي عقبال اي تيرم او اي حد من حدود المقدار الجبري في البوليني طبعا، وبنحطه في المربع هذا بناء على توزيع ايش المين تيرمز اللي تعرفنا عليهم في المحاضره الماضيه. البولين فانكشنز او الداله البولينيه هي عباره عن سم اوف مين تيرمز، زي ما حكينا بنمثل اي بولين فانكشن بنمثل كمان بالسم اوف مين تيرمز او برودكت اوف ماكس تيرمز. نتذكر انه حيلزمنا نعمل سم اوف مين تيرمز لمين؟ لا اي جبر بوليني. طبعا المين تيرمز عارفين هي ايش، نجمع
المنتين مسكونهم اللي هم عبارة عن مضروب كامل الحدود، يعني اكس واي داش مثلا او اكس داش واي زد كذا زائد اكس داش دي اسمه زائد اكس داش زد هكذا يعني. المهم في واحد نجمعهم مع بعض الوحدات زي ما عملنا المحاضرة الماضية، وان شاء الله تكونوا متذكرين. sum of products or product of sums is in the simplest form، يعني بنعمل مجموعة مجموعة المضروبات اللي products يعني او product of sums اللي هي max terms بايش في الطريقة في simplest form هو على الشكل الابسط طبعا. a minimum number of terms، العدد الاقل من الترمز، بسط الترمز حيكون عددهم اقل من ممكن الترمز هذول، يعني بدنا يكون اربع حدود ولا خمس حدود مجموعين مع بعض، بنعمل عملية ايش؟ بنعمل عملية انه نبسطهم بحيث يكون عندنا العدد الاقل من الترمز هو المتوفر، تمام؟ المينيموم نمبر اوف ليترالز، الطريقة الثانية كمان اللي نعمل نبسط عدد الحروف الى الحد الادنى من ايش؟ من الحروف اللي بتكون موجودة في الدالة في الفانكشن البولينجي، تمام؟ The simplest expression may not be unique، يعني قد يكون في الحالة هذه انه في عندنا اكثر من صورة للsimplest expression، يعني simplified expression قد يكون في اكثر من واحد simplified expression يعبر عن ابسط صورة للبولين فانكشن، يعني ممكن نبسط ولا يطلع لنا اكثر من جزء صورة مبسطة للبولين فانكشن، تمام؟ يعني مش بالضرورة يطلع بس عندنا صورة واحدة في النهاية كجواب، قد يكون مبسط يطلع لنا اكثر من جواب. استخدام هذه موضوع المين تيرمز والماكس تيرمز، وبعدين نعمل مينيمايزيشن للتيرمز، ونعمل بعدين مينيمايزيشن للليترز المتغيرات او الحروف، تمام؟ مثلا عندنا هان تو فاريبل مابس لكارنو، كيف نعبر عنها الخرائط هذه؟ تو فاريبل ماب عندنا فور مين تيرمز، لانه عندنا دائما مابس اكس واي، يعني عندنا 0 0 هي اول حاله، 0 1 هي الحاله الثانيه، 1 0 الحالة الثالثة، و 1 1 الحالة الرابعة، عندنا أربع حالات لأنه دائما عندنا متغيرين، ففي عندنا 4 من تيرمز. عندنا الرو تمام الأسطر للإكس، يعني عندنا عفوا أيوه اللي هنا السطور للإكس. إكس داش يعني إيش في الرو بتساوي 0 والإكس بتساوي في الرو بتساوي 1، تمام؟ والواي داش في الكولوم بتساوي 0 والواي في الكولوم بتساوي 1. نلاحظ هان بنلاحظ هان انه عندنا لما نعبر عنهم بيطلع لنا ام 0 ام 1 ام 2 ام 3، عبرنا عن الماكس تيرمز والمين تيرمز، تمام؟ الام 1 وام 0 والام 1 ام 2 ام 3 بنعبر عنها لما كيف التغيير، انه هان عندنا اكس داش واي داش، لما قلنا طبعا الاكس داش واي داش يعني شو هو؟ يعني 0 0 تمام، يعني اكس داش يعني معكوس الواحد يعني 0 0 تمام. طبعا في السطر الاول قلنا الاكس دائما صفر، وهي هي مقابل هذه اكس وهان ايش واي، تمام؟ هان اكس وهان واي، وهان صفر كلها اصفار، يعني اكس داش واي داش وهان اكس داش واي. لا في السطر الثاني هلا الاكس صارت واحد واحد، لان هان اكس عندها فعلمنا عليها زي ما شايفين ايش واحد. فصار عندنا هان اكس ايش واي داش اكس واي، لانه الواي في الاعمده جايه. وين في واي صفر بكون عندنا واي داش، وين واي واحد بتكون واي مش داش، واي عاديه، تمام؟ هذه القصه. في عندنا عمليا صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد، لو عوضنا عنها مباشره بالاكس واي حيطلع عندنا صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد، تمام؟ هيك عوضنا عن المين تيرمز والماكس تيرمز، وبالتالي حيطلع عندنا ايش؟ حيطلع عندنا لما عوضنا على المنتج والماكس هذول على بالصفر الواحد قصدي حيطلع عن صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد، هكذا بصير يتم التعبير بناء على هذول في الاي والبي، تمام؟ التروث تيبل ان سكوير دياجرام، هاي صارت النتائج، النتائج بنعبر عن ان الاوتبوت تبع هذول هان بشكل تيبل، كيف بتصير؟ فيجر 2 3.a مثلا اللي هو هذا اكس واي بعبر عن داله الاند الاكس واي، تمام؟ متى بيطلع عندنا في الاند بيطلع عندنا الاند واحد؟ لما يكون عندنا الاكس والواي بيساوي واحد، مظبوط؟ وبالتالي عندنا هان 0 اند 0 0 0 اند 1 0 1 اند 0 ايش 0 1 اند 1 اي 1 اند 1 بيطلع عندنا الجواب هنا فقط واحد لانه عباره عن اند، فعملنا تروث تيبل عبرنا عنها بشكل ايش الجدول هذا
بدل ما او سكوير تيبل اوف سكويرز، يعني بدل ما كان تروث تيبل اللي كنا نعرفها من المحاضرات الماضيه. تمام، في البي اللي هي 3 بوينت بي هذه اللي هي عندها الداله الاور اكس زائد واي. تمام، متى بيطلع عندنا هان اكس زائد واي بيساوي 1؟ لما يكون ايهما بيساوي 1. فعندنا عمليه اكس هان بيساوي 1 بيطلع 1 او 0 1، وعندنا هان الواي بيساوي 1 بيطلع هان 0 او 1 بيطلع 1، وهو طبعا 1 او 1 بيطلع الجواب عندنا 1. تمام، بناء على ذلك حيطلع عندنا اكس زائد واي بتساوي اكس داش واي زائد اكس واي داش زائد اكس ايش واي. وهيك عبرنا عن مين؟ عبرنا عن المين تيرمز وين بيكون عندنا الجواب 1. تمام، لانه في الاكس واي طلع عندنا ايش؟ 1 وحيد اللي هو عند مكان اكس واي اكس اند واي، يعني اكس ضرب واي بتساوي 1. تمام، فطلع عندنا المين تيرم عند الثالث فقط بيعطي الاجابه 1. تمام، فنقول اكس واي المين تيرم بيساوي ام عند الام 3. ماشي، ولما قلنا الاكس اند اكس اور واي طلع عندنا المين تيرم عند الام 1 والام 2 والام 3. تمام، اللي اكس زائد واي. هيك عبرنا بطريقه خرائطيه عن مين؟ عن الجدول الحقيقه. صورناها بطريقه الخرائط، انتوا الجدول الحقيقه بالنسبه للدالتين البسيطات اللي هم الدال الاند والاور. تمام، اوكي، نكمل هان 3 فاريبل ماب. 3 فاريبل ماب اللي هو 8 من تيرمز عندنا هان 8 من تيرمز. تمام، 8 من تيرمز عندنا لانه عندنا 2 اس 3 بيطلع 8. حنستخدمها في الحاله هذه، انتبهوا، حنستخدم الجراي كود. الجراي ايش؟ كود. هاي حنستخدم هاي الجراي كود. ماشي، الجراي كود عشان نرتب مظبوط، مش زي ما نستخدم انه ترتيب ايش عادي. تمام، any two adjacent squares يعني كل مربعين متجاورين in the map differ by ايش؟ by only one variable. ايش يعني؟ يعني كل مربعين حنلاقي الفرق بينهما في متغير واحد، يعني كل مربعين متجاورين حيكون الفرق الوحيد بينهم بمحتواهم في متغير واحد. عشان استخدمنا الجري كود عشان ما يكونش المتغير اكثر من ايش؟ اذا نتذكر الجري كود انه دائما رتبوه بترتيب معين بحيث يكون بس بت واحد اللي بيتغير بين العدد الحالي والعدد اللي بعديه في جري كود. وهذا سبب استخدام جري كود في موضوع كارنو بابز او خرائط الفاريبلز اللي بنحكي عنها قاعدين هذه. فبالتالي حيكون الاختلاف فقط ايش؟ اونلي بان وان فاريبل، بس متغير واحد. حيكون هذا المتغير اللي فيه الاختلاف حيكون مره برايمد، يعني حيكون مره داشت معكوس، ومره ان برايمد، يعني حيكون مره بوزيتيف ومره نيجاتيف، يعني حيكون مره يحمل الصوره صفر او صوره واحد. تمام، وهذا له اهداف طبعا. على سبيل المثال الام 5 والام 7 كان بي سمبليفايد. ليش؟ عندنا الام 5 والام 7 جنب بعض هنا مثلا، ام 5 والام 7 ممكن نبسطهم. ليش؟ لاحظ انت هان حتلاقي عندنا الام 5 والام 7 هان ايش مالهم؟ الام 5 والام 7 ايش الاختلاف اللي بينهم؟ الاختلاف فقط هو في الواي، الواي عندنا هان مره هان ايش؟ داش ومره ايش؟ مش داش، سواء برايمد او ان برايمد. ان برايمد اللي هو فيش عليها داش، هاي واي، وهان عليها داش لانها ايش؟ لانها صارت ايش؟ برايمد. تمام، وبالتالي لما بدنا نعمل عمليه رياضيه هذول نحوطهم مع بعض ناخذهم حنلاقيهم حيمكن تبسيط ايش؟ يمكن تبسيط المصطلح بالام 5 والام 7 ايش؟ بطريقه انه هم ممكن في يصير عمليه اختصارات بناء على القوانين اللي بنعرفها سابقا. تمام، نتذكر بس any two adjacent squares in the map differ only by one variable by ايش؟ by only by differ by only one variable. تمام، اوكي اوكي نكون شوف هذه كيف تم تبسيطهم. حنلاقي المعادله هنا m5 m7 ايش بتصير؟ حنلاقيها هنا m 5 زائد ام 7 بتساوي اكس واي داش زد زائد اكس واي زد. تمام، زي ما احنا عارفين ممكن هذا الاكس وزد واكس زد مكرر، ناخذ عامل مشترك برا، بصير جوا بين القوسين ايش هو؟ واي داش ايش؟ واي، الواي داش زائد واي، يعني واي داش اور واي. وبزمان بنعرف انه اي عدد اور معكوسه البرايمد ان برايمد، يعني اكس زائد اكس داش واي زائد واي داش بيطلع الجواب دائما ايش؟ من اور واحد، لو مضروب بيطلع صفر، لانه دائما هو او معكوسه حيكون واحد فيهم واحد، فلما يضربوا بعض بيطلع صفر، لما ينجمعوا حيطلع جواب واحد دائما، وبالتالي بيطلع الجواب تبع القوس هذا شو عندنا هان؟ القوس هذا بيطلع جواب شو هو؟ واحد، فبيطلع اكس زد
ضرب واحد ويساوي اكس زد. فبالتالي انبسط هذه الام اللي لما نجمع المنتين مثلا ام 5 زد ام 7 لما جمعناهم حنبسطهم بطلع الجواب عندنا اكس زد. في الحاله هذه تخلصنا من ايش؟ تخلصنا من فاريبل وقصرنا التيرم. زي ما قلنا تو تيرمز اللي هو اكس واي داش زد زائد اكس واي زد، تمام؟ زي ما كان هيك بطريقه مطوله، صار بدل ما هو عندنا اثنين بوابات اند بدنا هان مدخلين، صار بدنا بوابه واحده مدخل واحد. لو طيرنا تيرم كامل راح عندنا حد من الحدود واختصرنا كمان فاريبل. وهيك هذا عمليه اختصار باستخدام خرائط كارنو، انه احنا بين المتجاورات بنحوطهم مع بعض، بس لما يكون فيهم طبعا فيهم واحد المحتوى واحد مش من اصفار، عشان ناخذ المين تيرمز، المين تيرم فيهم عند الواحد مزبوط، بنحوط المين تيرمز المتجاورات وبنعمل عمليه رياضيه بالضبط زي هاي العمليه. البرايم دول ان برايم بيطيروا مع بعض، بضل بس ايش باقي المتغيرين الاخرين الموجودات، تمام؟ بنضل واذا كان في عمليه تبسيط اخرى، يعني كان عندنا اربعه متجاورات بنبسط كمان مره، وبالتالي حتى نصل لابسط صوره للداله الجبر البوليني اللي هي لما نعمل امبلمنتيشن بعدين حيطلع ابسط صوره للدائره اللي هي الرقميه او المنطقه تبعتنا، تمام؟ نكمل عندنا هان مثلا M0 and M2, M4 and M6 are adjacent. يعني أن هذا M0 وال M2 جيران، تمام؟ M0 وال M2 جيران. نعرف القصة هذه نحوط عشان نوضحها، إنه عندنا ال هان M0 وال M2 نعتبرهم جيران، وال M4 وال M6 جيران، تمام؟ طبعا ممكن نعتبر احنا M3 و M2 وM1 وM3، M3 M1، M5 M7، M7 M6، M5 M4، مضبوط. بس عشان ننتبه انه الجوانب هذه اللي بينهم اكثر بينهم في النص هان M1 وM3 اكثر من مربع، هم من على الاطراف يعتبروا ايضا متجاورات، تمام؟ ما دام في نفس السطر او في نفس العمود، تمام؟ يعني عندنا هان مربع ثلاثة ممكن ناخذ برضه لفوق بعد تحت بغض النظر، تمام؟ فنفهم انه M2 والM0 ال M6 وال M4 بالجابرات. وزي ما نتذكر دائما انه عندنا هان جري كود، يعني M0 M1 M2 ونرجع عن M3 او M4 M5 M7 بعدين M6، تمام؟ نتذكر جري كود الترتيب تبعنا هان، تمام؟ نيجي هنا بنلاقي البي جاي التوزيع كالتالي، عندنا هان الان صار ايش؟ ثلاث متغيرات. في السطر الثاني هان هاي الاكس 0 1، تمام؟ السطر الثاني دائما الاكس قيمته في الحاله هذه كلها دائما الاكس دائما ايش؟ ان برايم. قيمه الاكس دائما في الحاله هذه ايش؟ واحد. وقيمه الاكس في الحاله فوق هذه دائما ايش؟ دائما ايش؟ الاكس في الحاله هذه في الاربع مربعات هذه دائما ايش؟ زيرو زي ما احنا شايفين، تمام؟ زيرو هان واحد زي ما احنا شايفين، تمام؟ هنيجي على الواي. الواي هنلاقيه انه في المربع هذا الواي كلها حيكون وحدات. اما في المربع هذا فالواي كله ايش؟ اصفار. الزد في المربع هذا زي ما شايفين هيك الوحدات، وهون حكون برا بريت المربع هذا حكون ايش؟ ايش اصفار. زي ما انتم ملاحظين من الترتيب عندنا اكس زد، اكس زد 0 0 يعني 2 0 الاكس والزد، يحط عندنا هاي المربع هذا اكس واي زد كله اصفار، عشان من اكس داش واي داش زد داش. لما يصل لهنا حيتقاطعوا هم ايش كلهم مع بعض في المربع ايش السابع، حيطلع عنا اكس واي زد وحيطلع عن كله عنا هان وحدات، تمام؟ اكس واي زد كله هان وحدات. غير هيك حتلاقي دائما في واحد منهم ايش؟ دائما ايش؟ حتلاقي واحد دائما صفر فيهم. مثلا عنا هان حيطلع عن اكس داش واي داش زد يعني صفر صفر واحد، على الاقل واحد صفر. اكس داش واي زد يعني صفر واحد واحد، x داش y زد يعني 0 1 0، تمام؟ هكذا. لاحظ انه كل مربعين جنب بعض يعني هذا وهذا حتلاقي فرق بينهم ايش؟ انه هان عندنا x داش z داش وزد، هذا وهذا حتفرق بينه بس في الواي، y داش وواي. بين المربع هذا والمربع هذا حنلاقي الفرق بينهم بس في الزد، هان زد داش وهان زد. هذا عشان عمليه التبسيط لاحقا. نكمل نشوف القصه. عندنا هان مثلا بقول لك الام 2 والام 0 متجاورتين. هنلاحظ انه محتوى الام 2 والام 0 شو هان؟ ايوه زي ما شايفين اللي هو اكس داش واي داش زد داش، والام 2 بتساوي ايش؟ اكس داش واي زد داش، تمام؟ هنقربهم حنلاقي عندنا هان الواي واي داش هم المختلفين، والاكس داش زد داش اكس داش هم ايش؟ عمليا متكررين. بناخذ عامل مشترك
وحيطلع داخل الأقواس واي داش زائد واي، وهذا بسوي واحد وبالتالي حطير بتصير بتساوي واحد، وبالتالي حصل عندنا في الآخر إيش إكس داش زد داش حسب القانون اللي حكينا عنه قبل شوية. الإم 4 والإم 6 نفس الموضوع، هنلاقي الإم 4 بتساوي إكس واي داش زد، تمام؟ هذا الإم 4 والإم 6 حتساوي إيش إكس واي زد داش. الإختلاف الوحيد فقط هان في الواي، أن هان واي واي داش. انا اكس زد داش عامل مشترك، الواي زائد واي داش بتساوي واحد، وبالتالي الناتج حيطلع عندنا شو هان اكس زد داش، اكس ايش زد داش. فبالتالي بنعبر عن المعادله لو كان عندنا هان فقط، عندنا هان في المين تيرمز اللي هم ام 0 والام 2 والام 6 والام 4 عندنا وحدات، يعني عملنا هان مثلا لو حطينا في التروث تيبل وحطينا عندنا هان هان فقط واحد، وهان عندنا كمان واحد، وهان عندنا واحد، وهان عندنا واحد، ممكن نبسط هذا الفانكشن باستخدام هذول المعادلتين وبيطلع عندنا الاف بتساوي ايش؟ اكس داش زد داش زائد اكس زد داش، تمام؟ طبعا عندنا هان زد داش عامل مشترك بناخذه برا، تمام؟ هذول التنتين بناخذه هان، بناخذ الزد داش عامل مشترك وبنحط جوا ايش؟ اكس زائد اكس داش، في الاخر بيطلع الداله عندنا شو كلها بتساوي ايش؟ اللي اف بتساوي ايش؟ بتساوي اكس داش، بتساوي زد داش عفوا، تمام؟ هيك التبسيط بصير. بعمل جمعهم كاميرا مع بعض. طيب هيك فهمنا كيف بناخذ الموزع المربعات وبناخذ المين تيرمز وبنجمعهم مع بعض وبعمل مشترك بنبسط ايش؟ بنبسط سواء على مستوى الليترالز الحروف المتغيرات يعني او مستوى التيرمز كله بقول له التيرمز، لما كانوا اثنين بصيروا واحد مثلا. مرحلة متقدمة بصيروا الثلاثة بصير الأربعة بصيروا واحد على مرحلة متقدمة، يعني هاي في أول خطوة خاصة اثنين صاروا واحد، كان مرة صاروا اثنين كان مرة واحد، فصاروا في النهاية الأربعة بيساووا واحد. نيجي هان على مثال ثلاثة واحد بيشرح كمان نفس الفكرة بطريقة أخرى أو بنفس الطريقة بس نوضحها بزيادة. عندها simplify the boolean function if x y z الدالة من عندها ثلاث متغيرات اللي هم x y z، تمام؟ بساوي اثنين sum of ايش من terms اثنين ثلاثة أربعة. المين terms عندنا اثنين ثلاثة أربعة، احنا عارفين الترتيب، الترتيب عندنا صفر واحد اثنين ثلاثة، مظبوط؟ فبنعوض عن اثنين هنا وهنا ثلاثة واحد واحد، لأنه sum of min terms احنا عارفين وين في min term، يعني في عندنا واحد أربعة خمسة، هاي هان اثنين ثلاثة، هاي عندنا هان أربعة والخمسة بعديها، تمام؟ حطينا برضو فيهم واحدة، جمعهم هنلاقي عندنا sum of min terms بتساوي ايش؟ x داش y زائد x y داش. طيب كيف القصة هذه؟ لو عوضنا هنلاقي عندنا هان في المعادلة هذه، ايش عندنا هان؟ x داش y داش z داش، وهان ايش؟ x داش ايش؟ z x داش y داش z، مظبوط؟ وعندنا هان شو بكون الجواب عندنا تبعنا هان في الـ في الـ في الام 3 والام 4 ام 2؟ عندنا في الام 3 عندنا الاكس زي ما هي قلنا لسه في الداش، مظبوط؟ بعدين الواي مش داش، مظبوط؟ وعندنا الزد برضه هم مش داش لان اكس، تمام؟ زائد ايش اللي هي عندنا هان شو اكس داش مكرره، تمام؟ بعدين عندنا ايش الواي برضه مش داش، وعندنا هان نشوف الاخر شو داش اللي هو ايش زد داش، طبعا عندنا زد هان داش. طبعا حنطلع الاكس داش واي عامل مشترك، بصير عندنا هان زد زائد زد داش وتساوي ايش؟ زي ما احنا عارفين اكس داش اكس داش واي، تمام؟ هي بسطتها بالطريقه هذه اللي هي صار عندنا هان الاكس داش واي اللي هو اول تيرم. ما بسطنا هذول الاثنين زي هنا اجى الجواب عندنا اللي هو هذا الجواب، تمام؟ الثاني نفس الموضوع، حناخذ الام 4، ايش الام 4 بنعوض فيها؟ الاكس طبعا هان بوزيتيف صارت، تمام؟ نفس عندنا هان اكس، ايش الواي؟ الواي عندها لساتها ايش؟ داش، والايش الزد؟ الزد برضه داش، تمام؟ زائد الواي هان بتساوي عندنا قلنا الاكس بوزيتيف وعندنا الواي داش زد، تمام؟ الزد هان ايش؟ الزد صارت عندنا هان ايش؟ بوزيتيف.
صار الاختلاف واضح عندنا هان، انه الزد هان مره بوزيتيف ومره نيجاتيف، معروف ايش حيطير من هالجيت، تمام؟ عوضنا حلق عندنا الاكس واي داش مكرر في الجهتين طلع مشترك، وهان عندنا زد زائد زد داش وتساوي اكس واي داش، تمام؟ الاكس واي داش هذا هو ايش الجواب تبعنا اللي هنا، مظبوط؟ اذا بتبسيط الامور بالطريقه هذه خلينا نبسط التيرمز هذا الاربعه من تيرمز ام2 ام3 ام4 ام5 الى المتغيرين اكس داش واي زائد اكس واي داش، تمام؟ هذا ابسط صوره ممكنه، ما فيش فيش عامل مشترك اضافي ناخذه برا ونختصر بزياده، تمام؟ فبالتالي السم اوف بين تيرمز المعادله اف اكس واي زد او الفانكشن البوليني اف اكس واي زد بيساوي سم اوف 2 3 4 بيساوي اكس داش واي زائد ايش؟ اكس واي اكس داش واي زائد اكس واي داش، تمام؟ هذا بالنسبه لموضوع تبسيط على مستوى المثال رقم 3 1، وعندنا هذا زي ما شايفين عندنا ثلاث متغيرات باكم شو اسمه باكم مربع ثمان مربعات، لو اثنين استاذ بثمان مربعات، تمام؟ هذا كمثال على السمبليفاينج لثلاث متغيرات. طيب نيجي هان عم اكزامبل 3 ب 2 الثاني، يعني سمبليفاي الفانكشن اف اوف اكس واي زد السم اوف 3 4 5 3 4 6 7، يعني وين في عندنا 3 4 6 7 بنحطه فيهم وحدات، عندنا هاي الام 3 هي واحد والام والام هاي الام 3 الام 4 والام 6 والام 7 هذول كلهم ايش عباره عن ايش من تيرمز. بدنا نعمل تبسيط نفس الفكره قبل شويه، المتجاورات ناخذهم مع بعض زي ما احنا شايفين انه في عندنا هان ايش عندنا الام 3 والام 7 ممكن ناخذهم متجاورتين لهم جنب بعض، وعندنا الام 6 والام 4 ممكن ناخذهم متجاورتين لانه زي حكينا الاختلاف بينهم بس في متغير واحد اللي هو بيكون مثلا اكس او زد، واحد مره داش مره برايم مره ان برايم. في الحالة هذه واضح انه حكون على المتغير هان هو الواي اللي هو عفوا الزد، زد مرة دش مرة داشت ومرة ان داشت بغض النظر. لو اخذنا طبعا هذا الكلام لو اخذنا هذول الاثنين جنب بعض، بس لو اخذنا الام 6 والام 4 حيكون الاختلاف وين؟ في الواي، مرة حتكون الواي بوزد ان داشت ومرة ايش ان داشت يعني برايم تان ان برايم. تمام نكمل حل. الاختيار هو حسب احنا كيف بتمطروا كلنا نختار المربعات جنب بعض عشان نبسط بالطريقه اللي احنا بنشوفها. حكينا من اول التبسيط قد يؤدي لنتائج مختلفه، لكن بالنهايه التبسيط الحل صحيح بيكون، بس اهم شيء انه يكون الخطوات صحيحه في العمل، والا يعني لو ما صارش خطا في العمل بيطلع عندنا نتائج مختلفه لكن كلها بسيطه كلها تبسيط صحيح ونتائج صحيحه. تمام نيجي هنا على زي ما في المثال ماخذ 3 ام 3 وام 7 مع بعض، نحاول نحلهم الخط بيطلع مش واضح كثير في على الباوربوينت. الام 3 والام 7 متجاورتين، شو الام 3 فيها؟ عندنا الام 3 طبعا معروف انه فيها ايش؟ اول حاجه اكس داش، تمام؟ والواي ايش الواي؟ الواي مش داش، والزد الزد ايش؟ برضه زد مش داش، تمام؟ زائد الاكس هان كمان مره اللي هي مش داش صارت يعني تحت هنا، تمام؟ لحد احنا هذا مع بعض، تمام؟ اكس بعدين عندنا هان ايش واي وبعدين زد، تمام؟ بناخذ ايش الواي زد عامل مشترك طبعا نسوي عشان ما نسوي، واللي في النص بكون عندنا اكس زائد ايش اكس داش هي بتساوي طبعا زي ما احنا عارفين بتساوي واحد. إذا ويساوي هان عندنا الجواب ايش صار؟ اكس زائد اكس داش بيساوي واحد، وبيطلع الجواب عندنا بيساوي ايش؟ واي زد. واي زد اللي هو الجواب اللي هو هيو هنا موجود، تمام؟ واي زد. لو اخذنا الام 4 والام 6 مع بعض حنلاقي عندنا ايش؟ اللي هو اكس واي زد داش زائد اكس واي داش زد داش، حكون الجواب عندنا شو هان؟ حنلاقي هذا اللي هو ام 6 ب 4،
هل ايش عندنا المشترك اللي هو ايش؟ اكس زد داش عامل مشترك، والواي زائد واي داش هي ايش؟ هتكون متبقية، وبالتالي حنطلع التبسيط بيساوي ايش؟ اكس زد داش، لانه واي زائد واي داش بتساوي دائما واحد ومضروب في واحد بتروح، تمام؟ وهذا هو الجواب اللي طلع عندنا في الترم الثاني. وبالتالي بسطنا من أربعة تيرمز عندنا هنا، من المين تيرمز يعني طلعنا المين تيرمز الأربعة، خلينا نصير بس اثنين، وقللنا عدد المتغيرات. ممكن عندنا ثلاث متغيرات صار عندنا متغيرين، وعندنا ثلاث متغيرات صار عندنا متغيرين. وبالتالي في النهاية طلعت الفانكشن اللي هو sum of 3 4 6 7 بيساوي ايش؟ بيساوي اللي هو زي ما احنا شايفين بيساوي x بيساوي هان y زد زاد ايش؟ x زد داش. نلاحظ انه x y داش زد داش بيساوي زاد x y زد داش بيساوي x زد داش، زي ما احنا عارفين من اول فوق كان الحل تبعنا، تمام؟ هذا بالنسبة للحل، الحل المثال الثاني لايش؟ لثلاث متغيرات. طيب consider four adjacent squares، عندنا اربع adjacent squares، أربع مربعات متجاورة اللي هم 2 4 و8 squares، تمام؟ عندنا الـ M0 الـ min 10 0 والـ M2 والـ M4 والـ M6، ماله؟ هم عبارة عن ايش الـ M0 طبعا؟ اللي هم X داش Y داش Z داش، الـ M2 بتساوي X داش Y Z داش، الـ M4 بتساوي X Y داش Z داش، والـ M6 بتساوي X Y Z داش، تمام؟ هذا التوزيع اللي عملناه أول المحاضرة. ويساوي الكلام هذا، ويساوي إيش؟ ويساوي X داش Z داش ضرب Y داش زائد Y زائد X Z داش ضرب Y داش زائد Y، ويساوي لو جينا نبسطهم هذول تبسيط، هذول متقاربة هذول، بسطهم بيطلع الجواب عندنا شو؟ أن هان Y داش بصير واحد، وهان بصير واحد، وبطلع الجواب عندنا x داش z داش زائد x z داش، وها طبعا بالنهاية هنلاقي عندنا انه عندنا z داش عامل مشترك، والx داش زائد x بتروح، لانها x داش زائد x بداخل الاقواس بتساوي واحد، عامل مشترك، طلعنا z داش برا، بطلع الجواب عندنا ايش؟ هان z داش، زي ما احنا ملاحظين z داش هي ها موجودة وموجودة هنا، اما الx بتروح مع ايش؟ الx بتروح مع الاكس بتروح مع ايش؟ مع الاكس داش في داخل ايش؟ الاقواس بتساوي واحد حسب المعادله. طيب الام 1 ام 3 ام 5 والام 7 لو حاولنا نبسطهم حنبسط نفس الطريقه، بيختصروا زي ما قلنا قبل شويه، اللي هو عندنا هنلاقي عندنا الام اكس داش واي داش زد اللي هي ام 1، بعدين اكس داش واي زد زائد اكس واي داش زد زائد اكس واي زد اللي هي عباره عن ام 6 هذه، تمام؟ هي الـ x y z، تمام؟ اوكي، لو جمعناهم عن بعض حنلاقي عندنا هان x y داش z داش z، هذه ايش عندنا؟ حنلاقي عندنا هان y وعندنا هان y، وحنلاقي عندنا هان x داش ايش؟ z مثلا x داش z، هناخده عامل مشترك x زائد داش x x داش z عفوا، وجوه عندنا x y x داش y زائد x y x z عفوا بتساوي y داش زائد y وتساوي x داش z زائد x z وتساوي ايش؟ بعد التجميع طبعا واختصارات اللي زي ما حكينا سابقا هتساوي ايش؟ x داش z زائد x z، ولما نجمع لما نجمع داخل اقواس الاكس والاكس داش وناخذ الزد برا على المشترك بصير زد ضرب اكس داش اكس اكس داش زائد اكس وبكون الناتج عندنا ايش؟ زد. اوكي اذا هذه كيف عمليه تبسيط لاي ادجسنس لما يكون في سكويرز. فبسطنا عمليه اربع مربعات هاي اللي هم ام 1 ام 3 ام 5 ام 7 الى عباره عن ايش؟ الى متغير واحد، ولاحظنا ان اربعتين مزان برضه نزلناهم الى ايش؟ الى متغير واحد اللي هو اكس داش. هيك بالتالي كل ما كان عندنا
بمعنى نفهم الملاحظة هذه أنه كل ما عندنا كان أكثر من تيرم، يعني بدل ما كانوا اثنين كانوا أربعة مثلا، بنلاقي أنه عدد المتغيرات بعد التبسيط بيكون أقل. يعني هنا كان عندنا نبسط أنه عندنا اثنين متجاورين، يطلع الجواب ده عندنا شو؟ يطلع من كل اثنين يطلع عندنا تو تيرمز، شايف؟ عن إكس إيش زد داش اللي هي هذه. وأول مرة في أول ما جسمه طلع عندنا إكس واي، لأنه عندنا بس اثنين متجاورين، مربعين متجاورين، تمام؟ أخذنا مربعين متجاورين، فيطلع لنا من كل متربعين مربعين متجاورين يطلع لنا متغيرين. في المثال الثاني أخذنا أربعة متجاورات، أربع مربعات متجاورات، تمام؟ وكان النتيجة كل مرة بيطلع لنا متغير واحد بعد التبسيط. لاحظوا كل ما كتر عدد المين تيرمز المتجاورة بقل عاد ايش الناتج بعد التبسيط، فبقل عدد المتغيرات وعدد التيرمز، تمام؟ هذه الملاحظه لاحظتوها ان شاء الله وان نوهت لها كمان مره، تمام؟ طيب هان عندنا المثال 3-3 مثلا، بقول لها عندنا الاف اكس واي زد في ايش المين تيرمز، عندنا الزيرو والواحد، يعني الواحد في الصفر، عندنا اثنين طبعا جريكوب طلعنا اثنين، والاربعه والخمسه والسته، تمام؟ هاي يومنا 4 5 6 تمام، هذول هم المتغيرات تبعونا. اوكي نيجي على الاف اكس واي زد، يعني شو بيساوي ايش سم اوف 0 2 4 5 6، ونيجي نبسط الموضوع. حنلاقي انه بعد التبسيط حنلاقي عندنا مثلا على سبيل المثال عندنا هذا اخذنا ايش اكس داش زد داش مظبوط، زائد ايش الهام بيساوي عندنا في الحاله هذه اللي هو ايش اكس واي اكس واي داش زد داش، تمام؟ نكتبها في المعادلة عشان تبقى اوضح، نجيب القلم، بنلاقي في المربع هذا عندنا شو مثلا اكس داش واي داش زد داش زائد ايش في المربع المدموج معاه عندنا اكس والواي داش، تمام؟ وعندنا الزد في الحالة هذه برضو ايش زد داش، اخذنا هذول الاثنين عامل مشترك صار عندنا الناتج بيساوي ايش اكس واي داش زد داش. وزي ما احنا شايفين هاي عندنا اكس داش واي حطيناها في داخل القوسين اكس داش زائد اكس في داخل القوس بيطلع الجواب واحد، اذا الجواب بيطلع عندنا هذا شو هو اكس داش زد داش اللي هي هذه، تمام؟ طيب في الحالة الثانية هنلاقي عندنا في كمان عندنا هان اثنين متجاورين، طيب اثنين متجاورين هان كيف نلاقي الحل تبعهم؟ هنلاقي الحل تبعهم نفس الموضوع، عندنا الاكس هان في الحالتين هان موجب موجود، اكس موجبة، وهان الايش في الحالة هذه هنلاقي عندنا انه الواي داش، تمام؟ بعدين كمان عندنا الزد ايش مالها؟ داش، تمام؟ زائد اكس واي داش، هنا برضو عندك كمان مره اكس واي داش زد، صار الاختلاف شو عندنا فقط في الزد، مره داش ومره مش داش، فيطلع الجواب عندنا طبعا في الحاله هذه على السريع ايش؟ اكس واي داش اللي هو ده، شايفينها هي، تمام؟ اكس واي داش، جميل جميل، اللي هو طلع عندنا هان شايفين اكس واي داش، اوكي؟ في المربع ال هنا ال M2 وال M6 عندهم برضه هان تجاور، هنلاقي عندنا انه هان في الحالة هذه عندنا ال X داش موجودة، ال Y زي ما هي ان برايم، وال Z عندنا في الحالة هذه ايش؟ Z داش، جميل، زائد X مش داش لأنه صار هان تحت ال M6، وعندنا الواي زي ما هي لانه جاء في البوزيتيف، انا اكس داش واي ايش زد داش، تمام؟ فهنلاقي عندنا الاكس الواي زد داش موجود زي ما هي، والاختلاف بين الاكس والاكس داش وبتساوي هان ايش واي زد داش، تمام؟ وهي هذه واي زد داش، تمام؟ هاي الجواب. الان نيجي احنا هنلاقي انه ممكن ايش يصير عندنا الجمع المجموع تبعهم شو هو؟ هنلاقي عندنا هان واي داش زد داش زائد ايش؟ اكس واي داش زائد
واي زد داش، هذا ايش الترم؟ تمام، هذا هنلاقي عندنا انه عندنا زد داش وعندنا زد داش هم مكرره وعندنا هان واي واي داش. طب الجمعه هذول الترم سام بلاقي عندنا واي داش زد داش زائد واي زد داش، جمعناهم بيطلع الجواب عندنا شو زد داش. تمام، وبالتالي ممكن نستعيد عن الاكس عن الواي داش زد داش اللي هي هنا جايه والواي زد داش. تمام، الواي زد داش هذه نجمعهم مع بعض، نجمعهم مع بعض انه هذا برضه هان وهان فيهم نفس الفكره، فيهم تجاور. تمام، فبالتالي حيطلع الجواب عندنا ايش بعد ما نجمعهم مع بعض اللي هو واي داش زد داش والواي زد داش، بتروح الواي مع الواي داش بيطلع عندنا الزد داش عامل مشترك برا اللي هو هذا. تمام، هذا هو هنا. تمام، وبضول على الطرف الاخر حيظل عندنا ايش اللي هو الاكس واي داش، والجواب بيطلع لنا بالضبط زي ما احنا حكينا قبل شوية، وهي واضح انه هو اكس داش ايش زد اكس داش زائد اكس واي داش. تمام، هاي طريقة الحل يعني تبسيط او ما تبسيط الاثنين متجاورات ثم تجميع التيرمز، هيطلع في عامل مشترك بعدين ونبسط من جديد. تمام، فبالتالي كل ما كتر عدد المربعات المتجاورة بتقل عدد المتغيرات بعد التبسيط. هاي القاعدة ونكون إن شاء الله انتبهنا لها، وهي الجواب النهائي يشهد على ذلك بناء عليك. أهم شيء لما نفهم لما ناخذ السؤال إن الفانكشن أوف إكس واي زد أو إيش مكان توزيعها بيساوي 0 2 4 5 مثلا، إنه عادل من تيرمز أو الـ M1 M2 M3 حسب، نفهم إنه هذا بتعبر عن إيش عن الوحدات في التيبل تبعت كارنو اللي هي هذا المربع اللي هو بنشتغل عليه اللي هو تبع السكويرز. تمام، التيبل تبع كارنو عشان نطبق عليه خرائط كارنو، بنفرق هذا 0 2 4 5 6 في الاماكن الصحيحه، ثم نبدا البحث عن المتجاورات تبسيط التيرمز حتى نخرج باقل عدد من التيرمز واقل عدد ايش من المتغيرات. تمام، طيب نيجي هنا على الاكزامبل 3 4، عندنا الفانكشن بيساوي a داش c زائد a داش b زائد a b داش c زائد ايش b c. زي ما نازلين مش معطينا من تيرمز، معطينا ايش؟ معطينا اين ستكون ايش عندنا في وحدات. فقال لك عندما يكون عندنا الاي داش وسي حيطلع عندنا واحد، يعني يكون عندنا الاي بتساوي صفر والسي بتساوي واحد حيطلع عندنا وحدات دائما. طب ندور عندنا السي بيطلع واحد، لقينا السي حسب خرائط كارنو في تمام مربعات طبعا حيطلع لنا في الحاله هذه هان حيطلع عندنا واحد. ومتى ومتى الاي بتساوي صفر في ايش حسب خريطة كارنو؟ الـ A بتساوي هنا واحد تحت وفوق بتساوي ايش؟ صفر، لأنه الـ A كلها جاية على المنطقة هذه، هان A مظبوط؟ فهان لما يتقاطع الـ A داش اللي هو الصفر مع الـ C بتساوي واحد، حيكون عندنا الجواب وحدات، وبالتالي أصبح من الطبيعي أنه يكون هان في عندنا واحدين. تمام؟ أنه عندنا هان A داش المنطقة هذه A داش فيها A صفر يعني و C مش C داش، C مع الـ A بتقاطعه هنا، تمام؟ عفوا سي مع الاي داش بتقطعه هنا. طيب الاي داش والبي، وين الاي داش والبي؟ بقول لك كان هاي الاي ايش؟ الاي داش عند الصفر هنا، مظبوط في المربع هذا، وين بتقطع مع البي؟ بتقطع مع البي هنا، البي بتساوي واحد في المنطقة هذه، هاي البي هنا معبر عن المنطقة هذه، وبالتالي حيتقاطعوا في ايش؟ في هذول المربعين. عندنا هان اوريدي في واحد، بناخذ الواحد اللي جنبه، تمام؟ فبيطلع عندنا هان ايش؟ نحط هنا واحد كمان زي اضافي، تمام؟ هذا عملنا كمان ايش؟ اللي هو A داش B. عندنا الـ A B داش C، هاي الـ A هذا كله هان ايش؟ عبارة عن الـ A، هذه كل المنطقة عبارة عن الـ A مظبوط؟ يعني فيها واحد دائما. ناخذ الـ B داش، وين الـ B داش بتساوي واحد؟ هان، هذه المنطقة فيها ايش؟ B داش، 100%، اوكي كلام، اوكي، عشان نوضح أكثر. بالقلم ناخذها كم مره، الاي هاي المنطقه كلها ايش؟ عباره عن واحد مفروض، وعندنا البي داش المنطقه اللي فيش فيها واحد، يعني المنطقه هاي اخذنا نصها لقيت، بعد ما كنا باخذين كل المربع صرنا باخذين بس نص، وهلقيت لانه هان عندنا البي داش، يعني هان البي هان مزدف هان بصير ايش؟ بي صفر، تمام؟ والسي كمان السي، السي مش سي ذا، يعني السي كمان، وين السي؟ السي جاي في المنطقه هذه وهذه. بس بتقطع مع الاثنين مع الاي والبي داش في المربع هذا، فحطينا هنا ايش؟
حطينا هنا ايش الايش الواحد، حطينا الواحد هنا شايفينه. اوكي ضل عندنا اخر شيء اللي هو ايش البي سي، وين البي عندنا بوزيتيف هنا في المربع هذا الكبير الاربعة، والسي وين عندنا بوزيتيف، البي والسي كان في المنطقة هذه فبتقاطع بس المربع هذا، فحطينا احنا عندها ايش حطينا عندها الواحد تبعنا. اوكي اذا صار عندنا هان ايش عندنا هنا كمان واحد اللي هو تاع البي سي. اوكي هيك تفهم كيف نوزع الوحدات لما يكون عندنا الفانكشن معطينا في السؤال بالطريقه هذه. تمام بقول لك هان اكسبريس ان سم اوف من تيرمز، هاي اللي عملناه قبل شويه وزعنا وين الوحدات زي ما تو شرحت القصه. البي فايند ذا مينيمال سم اوف برودكتس اكسبريشن، تمام بمعنى نعمل ايش المينيمال مينيمال سم، يعني نعمل تبسيط للايش للاف كلها باستخدام المينيمال سم المينيمال ايش من تيرمز. طبعا زي ما شايفين عندنا وين كان الوحدات عند الام 1 والام 3 الام 2 الام 5 والام 7 جمعناهم هان سم اوف 1 2 3 5 اند 7 تمام. اخذنا لو اخذناهم وجمعناهم حيطلع عندنا في الحاله هذه مثلا على سبيل المثال ناخذ المثال هذا اللي هو ايش الاربعه هذول مثلا ناخذهم حيطلع عندنا مثلا عندنا هان ايش اول حاجه ايش اي داش كان الواحد هذا طبعا، وبعدين ايش البي داش تمام، وبعدين ايش سي زائد الجنب المربع هذا شو هو المربع الجنب هذا ايش كماله المربع هذا عباره عن برضه كم مره اي داش بي سي تمام. اذا عندنا اي داش سي مكرره والبي والبي داش ايش بالها هي اللي البرايم للبي مره برايم مره برايم، فبيطلع الجواب عندنا شو اي داش سي حسب قاعده الاختصار اللي عملناها قبل شويه. نيجي على مين على الاثنين اللي تحت، الاثنين اللي تحت عندنا حيكون عندنا هان ايش اي كان دائما هان بوزيتيف والبي داش عند الواحد هذا طبعا بنحكي قاعدين هان بي داش بعدين ايش سي تمام زائد زائد ايش زائد الاي بي سي تمام. لو نجمعهم هنلاقي الان برايم برايم للشوبه عندنا اللي هو البي، فيطلع الجواب عندنا بتساوي ايش؟ اي سي تمام. لاحظ في الناتج انه هان الاي ها بيساوي اي سي وهان اي سي داش، لو جمعناهم مع بعض حيطلع الجواب عندنا اي داش سي زائد اي سي. عندنا الاي نفسها مره مره داشت ومره ان داش يعني مره برايمد وان برايمد، لو جمعنا بترتيب نفسه حيطلع الجواب عندنا اخذنا السي عامل مشترك هذا الجواب في داخل الاقواس اي زائد اي داش وبالتالي حيطلع بيساوي واحد، اذا الجواب بيساوي ايش؟ سي 100%. اذا عندنا في كل هذا المربع كل هذا الاربع جنب بعض لو بسطناهم عشان كتر المتجاورات طلع عندنا الجواب بيساوي ايش؟ سي تمام بيساوي سي. طيب ناخذ القصة الثانية ناخذ المتجاورين هذولا مثلا اللي هو ام 3 والام 4 لو اخذناهم حيطلع الجواب عندنا في الاخر بسبب انه عندنا هذا البي ثابتة بوزيتيف تمام. ناخذها مثلا هان الاي داش بي والسي داش زائد اي اوكي داش هذا اخذنا هذه قبل شوي طبعا احنا الاي داش بي سي داش وهان عندنا اي داش بي سي. حنلاحظ ان المتكرر عندنا شو دائما اللي هو ايش الاي داش في الحالتين اي داش والبي، اما السي والسي داش حيختصموا مع بعض في الاقواس وبالتالي حيطلع الجواب يساوي عندنا اي داش بي، وهذا هو الجواب اللي طلع عندنا هنا شايفينه اي داش بي. وبالتالي بناء على الحل هذا حيطلع عندنا الحل بعد اختصارات هذه طلع مره عندنا هان سي مره طلع عندنا اي بي اللي هو هذا اي داش بي عفوا وهان عندنا طلع عندنا مره هان سي، حيطلع جواب المعادله تبعتنا شو بتساوي اللي هو تبسيط
C زائد A داش B، تمام؟ C زائد A داش B، وبالتالي ممكن الماب فور اكزامبل هو 3-4 اللي هو A داش C زائد A داش B زائد A داش B كذا اللي هو هنا موجود بيساوي ايش؟ الجواب تبعها بيساوي C زائد A داش B. تبسيط البنتيرم هذا الاف صار هنا هي موجود لما فوق A داش C زائد A داش B زائد A B داش C زائد B C بيساوي ايش؟ C زائد A داش B، تمام بعد التبسيط. فإذا عملنا الاكسبريشن in sum of as a sum of bin terms معناه هنا أول حل، بعدين عملنا الفاينل مينيمال باستخدام الحلول هذه والتبسيط على طريقة كارنو أو خرائط كارنو، تمام؟ أوكي. نيجي هنا على موضوع كنا أربع متغيرات four variables يعني أربع متغيرات، كيف بكون عندنا x y z؟ تمام؟ زي ما شايفين حط عندنا من تيرز موزعين M0 M1 M3 M2 طبعا جري كود M2 M1 بعدين مثلا M4 5 7 6 بعدين في الاخر وبعدين مثل تحت على الاخر تحت بصير بعد ال7 بيجي عندنا 8 9 11 10 بعدين هذا 12 13 15 14. الترتيب كيف جاي؟ ان هذه سطر عشان جري كود يكون مظبوط لازم نراعي الترتيب. لاحظوا الثلاثة قبل الاثنين والسبعة قبل الستة والخمستاش قبل الأربعة والإحداعش قبل العشرة وكمان الاثناعش قبل الثمانية في الترتيب الإيش العمودي، تمام؟ نوزعهم بالطريقة هذه، نعمل مربع من 16 متغير عندنا 2 أس 4 بيطلع 16 إيش مربع، 2 أس 4 لأن أربع متغيرات 2 أس 4 بيطلع 16 مربع. ناخذ 2 افقي واثنين راسي، بناخذ الاف يعني الدبليو اكس راسي والواي زد بناخذها ايش؟ بناخذها افقي وبنوزعهم بالطريقه هذه، بنبدا من 0 0 للاثنين بعد 0 1 طريقه الباينري 3 بيساوي 1 1 معناها 3 طبعا 3 وعندنا 2 1 0. نفس الموضوع دبليو اكس 0 0 للاثنين بعدين 0 1 1 1 ايش 1 0 حسب ترتيب الجري كود بيرتب هان ايش برضو عمودي، تمام؟ وبصير عمليه التوزيع معروف انه بكون ان هان اكس واي زد كله داشت بيطلع لنا اصفار يعني هنا، ولما يكون عندنا الاكس واي زد كله مش داشت اللي عند الام 15 حيطلع جاب عندنا كله هان وحدات، تمام؟ حتلاحظ ان الواحد واحد وهان واحد واحد ويكون عندنا كله اصفار حيطلع كله عندنا هان داشت، تمام؟ ونفس التوزيع القديم اللي نعرفها كلها من اول، ولما يكون داشت يكون صفر القيمه ولما يكون مش داش بكون قيمة ايش؟ بوزيتيف او واحد، تمام؟ فالـ combination of 2, 4, 8 and 16 adjacent squares بكون بالترتيب هذا، تمام؟ طيب، نيجي على موضوع الـ example كيف نعمل simplifying لما يكون عندنا أربع متغيرات، نفس القصة، نفس الشيء زي الثلاثة، اللهم أنه حنبحث عن ايش؟ عن عدد أكبر من المتجاورات ونبحث بأكثر حكمة عشان نعمل أحسن تبسيط، تمام؟ فـ simplifying للـ f of w x y z عندنا السم بيساوي 0 1 2 4 5 6 8 9 12 13 14. طبعا عرفوا ان الزيرو حتكون هان، هي معروفه هاي الزيرو والون هي هذه، معروف ان الثري تيجي قبل التو وعندنا هاي التو في الاخر، اذا يعني عندنا الفور اول شيء والفايف بعديها مباشره والسته بتيجي بعد السبعه، تمام؟ والثمانيه بتيجي اول الدور بس ايش وين؟ في تحت بنفوت 12 بعدين عندنا 9 بعدين بيجي عندنا 12 و13 و14، تمام؟ نعمل عملية تقريب زي ما احنا عارفين المتجاورات دائما ممكن ناخذهم برضه من الأطراف، يعني ممكن هذا المربع هذا المربع يجاور هذا المربع قلنا من زمان، وبرضه هذول المربعين ممكن يجاوروا هذول المربعين، وممكن هذول المربعين الأربعة بعض يجاوروا بعض، وهذول ايش هذول المربعين برضه يجاوروا بعض. وهذول المربعين ممكن يجاوروا بعض، وهذول كل المربعات هذه مع بعض هيك يجاوروا بعض لانه كلهم مربعات، تمام؟ كيف الحل نعمل عمليه تبسيط؟ انه احنا بنلاقي بنطلع التيرمز كلها وبنبسطها بناء على التبسيط تبع مثال قبل شويه. عشان نوضح الصوره كمان مره نمحي هالخطوط اللي عملناها عشان نشوف اوكي. نيجي هنا عشان موضوع التبسيط، حنلاقي احنا عندنا انه في هان مربع هيك جاي مربع هيك جاي، لو اخذناه وحاولنا نبسطه حنلاقي انه
عندنا على سبيل المثال في المربع هذا هان ايش الهان اللي هو W داش X داش ايش هنكتب بعدها Y داش Z داش تمام زائد ايش زائد ناخذ المربع اللي هو عمليا تحتي ايش مربعات تحتيها بيطلع بالضبط عندنا اللي هو W داش بعدين ايش تحتيها X تمام بعدين ايش على الجهة الأخرى X عفوا بعدين طبعا في ال Y داش وبعدين هان ايش Z داش طبعا كمان نسينا نحط Z داش هان اوكي لو جمعناه مع بعض حنلاقي احنا عنا حيطلع عنا ايش اللي بتغيره ال X شايفين X X داش بتروح وبيطلع الجواب عنا شو هان اللي هو W داش Y داش Z داش هذا اللي هو الجواب اللي طلع عنا حيو هنا شايفينه بالتالي تم التبسيط هنا لأول مربعين نفس الطرق القديمة اللهم الواحد بس يكون منتبه دقيق في النظر عشان يلاقي القصة هذه لو أخذنا الاثنين على الجهة الثانية هنا هنلاقي نفس القصة كتبنا نفس الكتابة هنلاقي لو أخذنا الـ 2 والـ 6 جنب بعض على سبيل المثال حيطلع عنا الـ W داش بعدين معها جاي ايش الـ Y عفوا الـ X داش تمام وبعدين حيجي على الطرف الآخر هان عنا الـ Y بوزيتيف وبعدين الـ Z حتكون داش زائد نفس الموضوع اللي هو W داش ال X مش داش بعدين ال Y هتكون مش داش بعدين الزد مالها هتكون في الحالة هذه داش تمام عندنا هنلاحظ عندنا ال Y داش وال X عفوا ال Y داش وال Y والزد داش متكررة والاكس داش عكسها ايش اكس بالتالي بتروح مع بعض دول عندنا شو الواي داش عفوا دبليو داش عفوا دبليو داش واي ايش زد داش تمام وهذا هو الجواب تبع التبسيط اللي هو طلع هنا جمع دبليو داش واي زد داش مع دبليو داش واي داش زد داش هنلاقي ان الواي بتختلف هذا عن هذه جمعهم مع بعض حيطلع الجواب عندنا شو حيروح ال Y داش مع ال Y حضر عنا شو W داش Z داش اللي هو تبسيط الأربعة مع بعض تمام وهذا هو الترم الثاني في بعد التبسيط على سبيل المثال لو أخذنا كل هذول مع بعض كل هذه المربعات مع بعض حيطلع بعد التبسيط حيطلع عنا ناتج هو عبارة عن Y داش Y داش تمام اللي هو عمليا هذه الواي داش اللي هي عندنا هان واي داش وهذه الزد واي زد داش هي الواي زد واي داش زد داش والاكس زد داش تمام هتكون ناتج العمليه اللي ايش اللي صارت في السنه في النهايه لما نقارب ايش لما نقارب لما نجمع اللي هو اكس واي زد داش في الاخر مع هذول الاثنين مع بعض حيطلع لنا اللي هو x y z داش تمام مع التبسيط مع ال x y داش z داش يعني هذولا هذه المحان يعني لو اخذنا المربعات هذول الاثنين هذول اللي هنا قلم عشان نوضح الفكره بنحكي عن ايش لو هذول المربع له ام 6 وام 14 بسطناه حيطلع لنا الجواب x y z داش تمام والام 4 ام 12 بسطناها حيطلع الجواب عندنا x y داش z داش تمام هنلاقي عندنا x y z داش والx y داش z في اختلاف بينهم بين جاي بس في الx في الواي داش والواي حال طبعا لما نجمعهم مع بعض هتروح الواي مع الواي داش تساوي واحد ويطلع العامل المشترك عندنا x z داش برا x z داش عفوا ايش
هو عامل مشترك ضرب واي زائد واي داش اللي بيصير واحد، فبالتالي حيطلع لنا الترم الثالث اللي هو ايش؟ اكس زد داش. تمام، نفس الفكره اللي حكينا عنها قبل شويه في التبسيط التجميع او المشترك خير بجسمه. فبالتالي بنبسط العمليه سمبليفاي لكل الفانكشن هذا اللي بيحمل كل هذول المين تيرمز، كل هذول المين تيرمز شايفين كيف؟ كل هذول المين تيرمز بسطناهم لفانكشن بالطريقه هذه زي ما احنا شايفين، هو صار بيساوي الواي داش بسبب انه عندنا كم 1 2 3 4 5 6 7 8 مربعات متجاوره، فبسطنا لعند ايش؟ متغير واحد اللي هو ايش؟ واي اللي هو واي داش اللي هو متغير واحد، وهنا عندنا اربعه متغيرات متجاوره طلعنا منهم بس اثنين واحد، وهان عندنا هان كمان اربعه متجاوره طلعنا منهم كمان اثنين. تمام، فبسطنا بالطريقه هذه الترم هذا، تبسيط الترم هذا اذا الفانكشن تبعنا اللي عملناه بعد تبسيط حالات كارنو بيطلع لنا ايش؟ بيساوي واي داش زائد واي داش زد داش زائد اكس زد داش. اهم شيء نعرف كيف نوزع الفانكشن غزل من تيرمز على التيبل، سواء بالطريقه اللي حكينا فيها قبل شويه انه بعطينا الاحرف وبقول لك كان بيكون في عندنا واحد فنفرغ كويس في التيبل، او كان معطيني مباشره بالطريقه هذه وفرغناهم عند الام 0 ام 1 وما نخربطش انه عندنا هاني جري كود. وبعدين بصير الامور بسيطه، اجمع جمع خد على المشترك اختصر وكمل ضلك جمع لحتى نوصل ابسط صوره، اقل عدد ابسط صوره يعني شو؟ اقل عدد من المتغيرات واقل عدد من التيرمز. تمام، نيجي هنا على نفس الفكره قصتي قبل شوي، هو عندنا هام بيكون عندنا بيساوي واحد، يعني عندنا عند الـ A داش B داش C داش شنو عند هان؟ طيب A داش B داش كله اصفار، والبي داش C دي داش عند ما يتحدوا هذول حيكون عندنا ايش؟ بيساوي واحد. وين في عندنا بي داش سي دي داش؟ يعني لما يكون عندنا عمليا سي بوزيتيف والبي نيجاتيف والدي داش ايش مالها والدي نيجاتيف، وين يكون الدي نيجاتيف عندنا والبي نيجاتيف؟ هان في الحاله هذه هي موجوده هنا بي داش ودي داش والسي بوزيتيف. تمام، عندنا كمان عندنا حكايه الاي داش، تمام، بي داش سي داش دي داش. تمام، اي داش بي داش سي داش دي داش. طبعا هنلاحظ ان هذه كانت هي الاي داش بي داش سي داش دي داش، وعندنا قلنا هان اي داش بي داش سي داش اللي هي هذه. ليش؟ لانه الدي مش مذكوره مش داخل في الموضوع، فممكن تكون في عندنا بيجتمعوا حتى ايش مكان الدي واحد او صفر مش مشكله، لانه عندنا اجتمعوا الاي داش بي داش سي داش. فعندنا هان في الحالة هذه في المربعين هذولا، المربعين هذولا A داش والبي داش والسي بتساوي صفر صفر هنا، يعني ايش؟ داش. تمام، في الحالة في المربعين، فبالتالي حطينا كمان بالمرة على A داش B داش C داش، ليش؟ لأن هي بتكون هنا لحالها، خطط فيها كمان مرة. بيجي عندنا البي داش سي دي داش حكينا عنها اللي هنا موجودة لما كان عندنا الايش؟ السي بوزيتيف هنا والاي والبي داش ايها انا كلها صفر والدي الدي داش هنا. تمام، فعندنا وبعدين عندنا حكايه الايش كمان اللي هو اضافه الى ذلك اللي هي انه عندنا الاي بي داش سي داش. وين في عندنا اي بوزيتيف؟ هان، لان الان عندنا الاي بوزيتيف صحيح في الحاله هذه، حتى عندنا كلها اي كلها واحد مظبوط. نيجي على موضوع انه البي عندنا بوزيتيف، وين البي عندنا بوزيتيف؟ في ال في از نيجاتيف، يعني هنا بتكون بي نيجاتيف. تمام، في الحالات ايش؟ في الحالة المربع التحتاني فقط بتقاطعوا بس هنا صاروا، يعني هان اي بي داش مظبوط، والسي داش اللي فيش فيها بيطلع هاي النقطة، بيطلع هذول بس يعني عمليا. تمام، بيطلع هان بس هو عملية انه يطلع عنا اي بي داش عفوا سوري اللي هو A B داش C داش. تمام، طلعنا اوكي اوكي. نيجي على المربع اللي هو ايش كمان على ال A داش B داش C داش قلناها هذه. تمام، و تضغط مع بعض A داش B داش C داش، حكينا البي داش هنا
موجودة بي داش و سي و دي بي و سي و دي بيطلع هنا قلنا بي داش سي و دي بيطلع انها هاي البي داش لا مش هادي مش مضبوطة سوري اسف هذا غلط بي داش سي ودي داش عندنا هان البي هنا داش وهنا كمان ايش البي هنا كمان داش طيب يعني وين طب والسي وين بوزيتيف هنا في المربع هذا تمام مع الدي داش في المنطقة يطلع هنا بس تمام بضل عندنا موضوع انه ايش الاي داش بي داش سي دي داش اللي هو ايش كلهم نيجاتيف المربع هذا وعندنا كمان موضوع اللي هو ايش اي دا اي بي داش هاي عندنا الاي بوزيتيف مثلا قلنا والبي داش اللي هي البي صفر يعني برضه مضبوط في المربع كله هذا والسي بوزيتيف برضه في المربع هذا كله بيجي مضبوط والدي داش برا الدي بيطلع كمان مربع هذا يعني بيطلع عندنا كمان هنا المربع اللي هو ضمن ايش الاي بي داش سي دي داش مضبوط اوكي هيك حددنا بناء على التيرمز هذه وين في عندنا وحدات حطيناهم على اسمه وحطيناهم على الايش على الكارنو ماب الان بصير عمليه تبسيط نمحي عشان ان صار الصوره مش واضحه نسبيا الان صارت عندنا في الوحدات والخرائط موجوده ضل بس عمليه تبسيط المطلوب عندنا نقوم بعمليه تبسيط كيف بنلاقي عندنا في عندنا هان ايش الام 0 والام 1 فيهم متجاورتين وعندنا الام 2 والام 6 برضو متجاورات وزي ما احنا عارفين كمان ممكن نقول انه على الاطراف هذول اللي هو الام 2 والام 0 نعتبرهم برضو متجاورات تمام نلون عشان نشوف هان هذا الام 0 مع الام 2 وكمان الام 0 مع الام 1 والام 2 مع الام 6 كمان كلهم متجاورات وبنلاقي عندنا كمان الام 10 مع الام 8 والام 9 مع الام ايش 9 ام 8 تمام كل هذه متجاورات لو جمعناهم بنفس الطريقه قبل شويه حنلاقي عندنا مثلا على سبيل المثال هناخذ هان اي داش بي داش سي دي داش زي هنا هيها هنلاقي عندنا هنا A داش B داش C داش D داش تمام هنا زائد A داش B داش C D داش اللي هم ايش اللي هو المربع اللي هو هذا A داش B داش C C D داش هنا تمام خدنا هذا المربع مع هذا المربع اللي عقباله هيك عمليا الان نحسب على هذا مع هذا لو بسطناهم حنلاقي عندنا انه السي والسي داش ايش حطينا بعض حناخذ عامل مشترك الاي داش بي داش دي داش تمام ناخذ المربعين الثانيين اللي هم اي بي داش سي داش دي داش اللي هم هذا المربع هذا اللي على قرنا مع ايش الاي B داش C و D داش اللي هو هذا تمام أخذناهم مع بعض تمام حنلاقي عنا إنه عنا C مع C داش حتروح حضل عنا الجواب إيش A B داش D داش تمام حنكمل هالمربعات حنلاقي عنا A داش B داش D داش وين هذا الكلام موجود A داش B داش D داش هنلاقيه كله في ايش في المربع ايش الاول هذا زائد A B داش D داش اللي هو هنا كمان تمام اخذنا يعني هذا مع هذاك مع اللي فوق اوكي هنلاقي اختصار هذولتين مع بعض ال A داش B داش اوكي عن صفر صفر هنا A داش B داش C داش
عفوا اي داش بي داش دي داش اللي هو ان في الاخر ان هو هذا عمليا مثلا زائد اي بي داش دي داش اللي هو اي بي داش اللي هو عندنا ان اي بي داش دي داش تمام. هنلاقي عندنا بعد التبسيط تمام ان هذا سوري انا قاعد بدور على مربعات الكلام مش مظبوط. احنا بسطنا الان اول تو تيرمز اللي هم هنا هذول مع بعض هيك ولا اطراف عندنا جوابين اي داش بي داش اي داش بي داش دي داش اي بي داش دي داش مظبوط. هذول الان اخذناهم حطيناهم هنا في المربع في المعادله هذه جمعناهم مع بعض هنلاقي عندنا مباشره ان الاي بتروح مع الاي داش بيطلع الجواب عندنا بي داش دي داش تمام. اوكي اوكي هنلاقي عندنا هذا الاي والاي داش عمليا هما يطيروا بعض هاي اي داش والاي تمام. فعندنا الاي داش والاي بروح بطلع عنها بي داش دي داش مع بعض اوكي. فبطلع عنا اي داش بي داش دي داش زائد اي بي داش دي داش بيساوي بي داش دي داش تمام اوكي. نيجي على موضوع هذا لو اي داش بي داش سي داش تمام زائد ايش اي اي بي داش سي داش هنجمعهم مع بعض بطلع الجواب عندنا بي داش سي داش. هذا كلام حلقي وين موجود لو بسطنا التوتي هذول الاثنين مع بعض حطوا هنا بسطنا هنا مع بعض حيطلع الجواب عندنا ايش اي داش سي دي داش مثلا. ولو بسطنا هنا حيطلع عندنا هان اي بي داش سي داش ولو بسطنا هنا حيطلع عندنا الجواب ايش نجمعهم مع بعض هان اي بي داش سي داش مع الاي داش بي داش سي داش فحيطلع عندنا تبع التبسيط حيطلع الجواب عندنا ايش بي داش سي داش تمام. فبالتالي حنشوف هنا انه طلع عندنا التبسيط هان اللي هو اي داش بي داش سي داش زائد بي سي دي داش زائد A B C D داش زائد A B C A B داش C داش بيساوي هان إيش B D داش أول مربع بعدين زائد B C B داش C داش زائد إيش A C D A C D المربعين هذولا تمام. نفس أي تبسيط بدون لخمة بدون شيء بدون عملية معقدة حسابيا حيطلع عنا الإجابات اللي إحنا بدنا إياها. بس أهم شيء الواحد يكون مركز ما يتخربطش في أي عملية حسابية بسيطة كلها أخذ بالعامل المشترك وتبسيط الأمور زي ما شايفينها A C D لا هيا شايفينها خدناها من هنا من دول الاثنين مع بعض. وعندنا ال B D ال B داش D بناء على إنه إحنا أخذنا عمليا إيش المربع هاي الفوق وأخذنا بعدين إيش المربعين على الجوار صار عندنا تبسيط الأم صار عندنا هان إيش B داش D داش وبالتالي صار عندنا هان A داش B داش C داش زائد A B داش C داش بيساوي B داش C داش تمام. يعني عملية هاي التبسيط اللي صار لكل المربعات يعني إن شاء الله بكون الأمور مش لهالدرجة عمليا معقدة بل يعني عمليا بس أهم شيء نلاقي نفهم المتجاورات مع بعض وبسطهم بناء على فهمنا إحنا لإيش لا العملية التبسيط كيف بتصير وبالتالي بتم عملية التبسيط بشكل جيد وبنخفف عدد المتغيرات زي ما احنا متعودين من الايش من الاشياء. مش مستاهل اني انا اعمل كل الخطوات هذه لكل مربعين متجاورين واختصرهم بزيادة حتى نصل في خير للنتائج البسيطة في الاخر. هذه الاصل انه عمليا تكون الامر متفهم وانتم كتمرين منزلي تعيدوا ورايا الحل هذا وتبسطوه بناء على فهمكم للمثال للمربعين اللي فوق اللي عملناهم هنا المتجاورات. اول حاجة عملنا اللي هم A داش B داش C داش D داش وال A داش B داش C C D داش وبعدين عملنا كمان مع الايش مع الثاني اللي هو ال A B داش C داش D داش هنا تمام في المربع هذا مع ال A B داش C D داش تمام اللي هو هنا بعدين نتائج جمعناها
في المعادلات هذه وطلعنا بسطناها للمتغيرين هذول زي ما احنا شايفين. طبعا هاي المتغير او المعادلتين جمعناهم هنا وصار عندنا بي داش ايش بي داش دي داش اللي هم هذول. طبعا نفس الموضوع مع البي بي داش سي داش حيطلع عندنا عمليا لو جمعنا المربعات التانيات اللي هنا مثلا الاثنين هذول مع الاثنين اللي هنا فوق حيطلع عندنا برضه نفس القصه حيطلع عندنا اللي هم ال بي داش سي حيطلع عندنا الاي بي داش عمليا اللي هي هذه هنا شايفين اي داش بي داش سي داش زائد الاي بي داش سي داش هنا من المربعين هذول طلعوهم عندنا جمعناهم مع بعض بسطنا هذول المربعين وهذول المربعين بسطناهم ثم جمعناهم مع بعض طلع عندنا الموضوع ايش بي سي دا بي سي دا بي داش سي داش عفوا بضل عندنا بس المربعين هذول مختلفين لانه فيش عندهم شيء يوازيهم من جهه ثانيه نجورهم مع يعني فيش شيء في المقابل هنا نحطه عقبالهم فبالتالي لما بسطناهم من المربعين المجاورين طلع عندنا من اربع متغيرات طلع عندنا ثلاث متغيرات في الناتج طلع عندنا الجواب اي داش سي دي داش اللي هو نهايه الناتج تبعهم وبالتالي المفروض تكون الامور انفهمت يعني تبعتنا كويس وانه عمليا الحل بيطلع بالطريقه هذه بناء على التبسيط تمام. في الاول هي هنا هذه وهذه هم هنجمعوا فبسطنا الفوق والاجناب تمام كل الدم والجوهر نجمعهم بعض بسطهم جمعوا بسطهم بعدين نشوف في الناتج ايش بخش ايش بنجمعهم بعض ايش بتبسط مع بعض وبسطهم حنوصل النتيجة بالطريقة أبسط صورة ممكنة تمام. طيب نكمل هان ملاحظات عامة إبراهيم إمبليكانس عندنا إبراهيم إمبليكانس يعني هو all min terms are covered كل المين terms عندنا مغطيين في المعادلات تبعتك عشان يكون إبراهيم عشان نسميه إبراهيم إمبليكانس minimize the number of terms نقلل عدد الترمز أقل ما يمكن. ابراهيم امبليكانت هو عباره عن برودكت تيرم اوبتيند باي كومباينينج ذا ماكسيمم بوسبل نمبر اوف ادجسنت سكويرز يعني عشان نجيب اكبر عدد ممكن من المربعات المتجاوره وعشان نحصل على ايش ابراهيم امبليكانت تمام. هذا يكون ابراهيم لما نجمع اكبر عدد ممكن من المربعات المتجاوره كومباينينج اول بوسبل ماكس تيرمز نمبر اوف سكويرز يعني هذه عمليا نقدر نعمل نجمعهم كلهم مع بعض اذا في كلهم موحدات او ما الى ذلك او نقدر نجمع كل اللي فيهم واحد يعني كل الايش الاكبر عدد ممكن من النمبر من السكويرز هذه هاي الاساس اللي كل شيء يطلع على برايم امبليكانت تمام هو ابسط شيء في حسب ايش اسينشال برايم امبليكانت هذا اسينشال شو يعني اساسي بمعنى هذا المين تيرم از كفرد باي اونلي وان برايم امبليكانت يعني في تيرم معين هذا في برايم امبليكانت معين هذا من المين تيرم بغطي هذا المين تيرم فقط هو تمام وبالتالي هذا بيكون اسينشال لازم يكون محتوى في الحل يعني لازم يكون تبسيطه عمليا فهي الفكره انه هذا اسينشال ديفينشن برايم امبليكانت ماست بي انكلودد دان في اي حل نهائي لازم يكون البرايم هذا الاسينشال برايم امبليكانت لازم يكون محتوى في الحل النهائي حتى بعد التبسيط. شوف كيف الفكره بتصير عندنا مثلا اف فانكشن من اي بي سي دي عندنا 0 2 3 5 7 8 9 10 11 13 15 من تيرمز هذول كلهم من تيرمز عندنا تمام. Simplified expression may not be unique يعني عملية الـ expression المبسط أو التعبير المبسط عن الدالة قد يكون وحيد قد يكون في أكثر من تعبير مبسط عن الدالة تمام. فعندنا مثلا عندنا الـ F هان B D B B داش D داش زائد C D زائد A D بتساوي الـ B D B داش D داش زائد C D زائد A B داش تبسيط آخر أو قد تكون بتساوي B D زائد B B داش D داش B داش C زائد A D مثلا او تكون بتساوي بي دي زائد بي داش دي داش زائد بي داش سي زائد اي بي داش. طبقنا على الحل هذا هنلاقي عندنا انه الحل هذا الفانكشن ممكن نبسطه باكثر من طريقه كلهم يطلعوا عندنا ايش؟ يطلعوا عندنا كلهم حلول صحيحه لو طبقناهم على الحل اللي هو على الداله اللي هي هذه تمام؟ كلهم حل تبسيط صحيح وكلهم حخففوا عدد المتغيرات بيطلع عندنا في الاخر عدد المتغيرات كم متغير؟ عندنا هاي البي والبي داش والدي والدي داش والبي داش كمان مرة هاي كمان مرة يعني ثلاثة ثلاثة هاي أربعة يعني بعدين A والدي يعني كمان ما هي خمسة صاروا عمليا تمام. فعمليا احنا اخذنا بس الايش اللي هم الاي بي سي دي تمام.
فبسطنا بما كان عن المنتير في كل أكثر من يعني في كل أربعة أربعة صار عندنا اثنين اثنين تمام. نيجي على الحل اللي هنا مثلا عندك المثال A لو essential prime implicants بورينا هذا essential prime implicants لو أساسي يعني يكون محتوى كيف هو البي دي والبي داش دي داش زي ما شايفين هنا أنا البي دي والبي داش دي داش بي داش دي داش هان بي دي بي داش بي داش بي دي في الحالة هذه شوف هذا دائما essential prime دائما مكرر في كل حل لا يمكن ايش تخطيه لكن ايش هذول السي دي هان موجود هان موجود بس هنا مش موجود هنا مش موجود الاي بي داش مش موجود هنا مش موجود هنا كمان تمام موجود بس هنا تمام. فبالتالي في ايش برايمز قد يكون موجودين دائما بيكونوا مش اسينشال لكن الاسينشال برايم لا يكون دائما موجود في الحل. فعندنا هان الحل هذا هو البي دي والبي داش دي داش عندنا نلاحظ ان هان عندنا ملاحظة ان الاي داش بي داش سي داش دي داش اللي عند الواحد هان زائد اي داش بي داش سي دي داش اللي هي هذه عبين هذه وهذه بس جمعناهم مع بعض حيطلع عندنا الاختلاف في ايش في السي والسي داش بيساوي اي داش بي داش دي داش وعندنا هان الاي بي داش سي داش دي داش تمام زائد اي بي داش سي دي داش تمام. اوكي نيجي عندنا على ناخذ عامل مشترك اللي هو سي والسي داش اوكي بيساوي ايش واحد عندنا الاي بي داش دي داش اي بي داش دي داش بعد تبسط هنا السي راحت مع السي داش تمام بسطناهم كم مره بسط كم مره حتلاقي احنا عندنا هان اي داش بي داش دي داش وعندنا اي داش بي داش دي داش حنلاقي عندنا البي داش والدي داش مكرر لكن اي بتروح مع الاي داش حيطلع عنا هان مجموعة حيطلع عنا حيتبقى عنا بس الـ B داش والـ B هذه لما بسطنا استخدمنا قواعد التبسيط على كارنو هنا تمام. عندنا في المثال هذا حنلاقي عنا برايم إمليكانت سي دي والـ B داش سي والـ A دي والـ A B داش حنلاقي عنا هان مثلا لو بسطنا هذا المتجاور هذول المتجاورين مع هذول المتجاورين هنا الورا مع بعض يعني M2 بسطناها مع M3 ثم وصلناها مع الام 10 والام 11 حيطلع لنا الجواب ايش بي داش سي. ولو بسطنا هان عمليا الاربعه هذول مع بعض او اخذنا الاربعه هذول مع بعض هنا اللي هم ام 13 15 9 11 حيطلع لنا الجواب اي دي. ولو بسطنا هان عمليا ال كل سطر هذا مع بعض حيطلع لنا الجواب عندنا اي بي داش تمام. ولو بسطنا هذول مع بعض هنا حيطلع الجواب سي داش تمام. فعمليا هن برايم امليكانت سي دي حيطلع لنا هان سي دي بي داش سي والاي دي والاي بي داش يعني سي دي بي داش سي اي دي زائد اي بي داش تمام. هذا التبسيط تبع المعادلات هذه بالطريقه هذه. في شيء بتكرر دائما ضروري حتما لازم يخش لانه في شيء مش داخل مع اي شيء ثاني عشان يتم اختصاره باي عمليه تبسيط يكون موجود يمكن كما بسطنا وفي اشياء بتكون قد تكون ايش مختلف عنها. على العموم مينيمايز نمبر اوف تيرمز اعمل مينيمايزيشن كل المنتين بيكونوا كفرت في الحل عشان نبسط بعدين قبل عمليه التبسيط بنعبر عن كل المنتين في التيبل ثم نعمل مينيمايزنج للنمبر اوف تيرمز هذه بتاعت الاكس واي زد او دي واي اي واي بي سي دي او ما الى ذلك. بعدين نعمل نشوف البرايم امبليكانت اللي هو لازم يكون هذول نعمل اوبتيننج ناخذهم عشان نعمل ايش نعمل عمل كومبايننج لاقل اكبر الاكبر عدد ممكن من الايش من السكيورز المتجاوره عشان نطلع ايش الحل الابسط. كل ما شملنا في الحل اكبر عدد ممكن من المربعات المتجاوره بيكون التبسيط افضل وبيطلع المتغيرات اقل وبيطلع التيربز ايش اقصر. الا انه في عندنا اسينشال برايم ايش برايم امبليكان هذا لازم يكون موجود في كل حل لانه لا يمكن تخطي هذا الايش هذا الامبليكانت الابراهيم امبليكانت والاسنشال ولا يمكن اختصاره مع اي طرف اخر. فذا اسنشال ابراهيم ماست بي ايش انكلودد ان اول سوليوشنز كل الحلول تمام. زي ما احنا شرحنا القصه هذه في المربعات هذولا تمام. على العموم نيجي على الفايف فاريبلز للتوضيح انه ممكن نطبق الموضوع مش على الاربعه فاريبلز بل على الفايف فاريبلز هاي خمس متغيرات. اللهم في الحاله هذه لازم نفكر بايش بثري دايمنشنال مش تو دايمنشنال عمليا. فزي ما شايفين عندنا هان كيف التغيير هان اي بي سي دي كذا
حنلاقي عندنا بعد العشرة أو اتناشر بعد الأربعتاشر بعدين عد كمان مرة إيش، أو بعد الخمستاشر عفوا بعدين عد ستاشر سبعتاشر كمان مرة، من وكأنه عندنا جهة ثانية للمكعب نطبع أول مرة بس مكعب اللي نوفر إيش نفكر فيه بطريقة إيش إنه عندنا مكعب ونفكر بطريقة two dimension. Map with four more than four variables becomes very إيش becomes complicated، بصير صعبين complicated. Five variables map two four إيش two four variable map one on top and إيش of the other، يعني عمين بيطلع عنا ما بين خريطتين إيش مع بعض عشان الخريطتين مكونات من أربع متغيرات وكون واحدة فوق الثانية جاية. شوف two four variable map عنا خريطتين رباعيات one on top واحد فوقون على إيش فوق الثاني عمليا زي ما شايفين كيف هنا، هي عندنا بكون A بتساوي 0 بصير عندها A بتساوي 1 مثلا. عندنا دي اي هاي توزيعها 0 0 بطلع هنا كمان مره 0 0 مزبوط، لكن عندنا الدي عندنا 1 0 1 كذا، وعندنا البي اللي هنا نفس الرقم اخذت، والاي نفس الرقم اللي ايش تاخذ هنا نفس المكان، والايش والسي. ومره بتكون الاي شايفين تغيرت، مره كانت جايه عليهم من ورا قيمه 0 ومره جايه قيمه ايش الواحد هنا تمام. بصير الواحد يفكر في انه كانوا تو تيبلز تمام لما يعبر عن الارقام تبعتهم، فالامر بصير شويه كومبليكيتد يعني. بالنسبه في الامتحان طبعا الاي 5 يعني تو ماتش، يعني بالنسبه احنا ماكسيموم بيجي 4 عندنا يعني لعمليه الفور فاريبلز، يعني عند الفايف فاريبلز بنوقف بس نطلع انه في شيء موجود وبنحل بالطريقه هذه من الناحيه النظريه. اما حسابات طبعا مش مطلوب يعني نحسب على خمسه فاريبلز في الامتحان، انسوا الموضوع من ناحيه الحسابات. طبعا فهم انه كيف بنعبر عنهم كيف بنرسمهم زي ما هو في رسمه هنا موجود الاحاطه به جيده يعني تمام. طيب نشوف هذا التيبل 3-1 بحكي لنا تيبل شو 3-1 شوز ذا ريليشن شيب بتوين ذا نمبر اوف ادجسنت سكويرز، يعني العلاقه بين المربعات المتجاوره اند ذا نمبر اوف لترز ان ذا تيرم، معادل عدد اللترالز اللي بيطلعوا من التيرم عندنا تمام. فلو عندنا مثلا عندنا المربعات المتجاورة واحد بيكون عندنا الناتج ايش؟ اثنين تمام مثلا، لكن عدد الليترالز هان ان فاريبل ماب بس عندنا المتغيرات هم ثلاث متغيرات بيطلع لنا ثلاثة، عندنا أربعة بيطلع أربعة بضلوا، والخمسة بيكون خمسة تمام في ايش؟ في الليترالز في كل تيرم تمام. لو كان عندنا اثنين مربعات متجاورة فيهم شو اسمه بيكون عندنا يكون في عندنا ايش النمبر اوف لترالز في اسمه في التيرم في النهايه بيساوي ايش واحد، ولو يكون عندنا الان بتساوي اثنين لو كان الان بتساوي ثلاثه متغيرات حيطلع عندنا اثنين بعد التبسيط، لو كانوا اربعه بيصيروا ثلاثه، لو كانوا خمسه بيصيروا اربعه، هيك بتصير عمليه التبسيط تمام. لو كان عندنا اربعه متجاورات تمام بكون عندنا بصير عندنا لو كان عندنا المتغيرين بيطلع لنا ايش صفر الناتج تبع المتغيرات الناتج في التيرمز يعني نمبر اوف لترز ان ذا تيرم في كل تيرم، وهون بصير واحد الناتج في التيرمز يعني. ولو كان عندنا اربعه بكون عندنا الجواب ايش اثنين، ولو كان عندنا خمس متغيرات وعندنا اربعه مربعات متجاوره بنقدر نبسط التيرمز الى ثلاث ايش الى ثلاث لترز في كل تيرم. اذا لترز واضح كيف بتبسطوا لترالز هان في كل تيرم بناء على عدد المتغيرات تمام، عدد المتغيرات وعدد المربعات المتجاوره تمام، عدد المربعات الايش المتجاوره. فبنقول هان ايش عدد المربعات ايش المتجاوره، فكل ما كان عندنا مثلا عندنا مربعين يعني عدد المتجاور واحد يعني واحد بجاور واحد بيطلع عندنا بيطلع اثنين، وهنا عندنا بيطلع ثلاث متغيرات اربع متغيرات خمس متغيرات. لما صار عندنا اربعه متجاورين بكون في عندنا بس عدد المتغيرات صفر، وعدد المتغيرات هنا بعد التبسيط واحد، وهنا عدد المتغيرات بعد التبسيط لما يكون عندنا اربع فاريبلز بيطلع عندنا اثنين، وبكون عندنا خمسة مليون في السنة الجواب ايش ثلاثة. هذا عشان نفهم انه كيف بتعلق العلاقة بين عدد المربعات المتجاورة وعدد ايش المتغيرات بعد التبسيط في كل تيرم، لما يكون عندنا هذا عدد من المربعات المتجاورة وهذا عدد من المتغيرات في ايش في الدالة كلها تمام. نيجي هنا
نعمل على مثال simplifying للايش؟ لخمس متغيرات، لجسمه لfive variables function of five variables عندنا اللي هو 2 4 كذا لعند 25 29 31. زي ما انتم عارفين عندنا هاي الصفر وهي عندنا الاثنين وعندنا هان الأربعة وعندنا هان الستة وعندنا هان ال 13 وعندنا هان التسعة و 13. تمام، هاي التسعة وهي 13 100%. نيجي على الجهة الثانية بصير عندنا ايش اللي هي ال 9 و 13 يعني هال 21 و 3 20 25 29 31. تمام، هذول اجيت فيها هذول شلون نعبر عن انه هان عندنا الاي بتساوي 1 في الحاله هذه معناها الاي بتساوي 0. فبصير نقول مثلا نعبر هان انه اي 0 يعني هيك بس نكتب عشان بس تفهم القصه بشكل نظري. يعني مثلا مربع هذا في عندنا واحد مثلا، هذا على شو هان؟ اي 0 يعني اي داش مضبوط، وعندنا البي برضه بتساوي 0 داش، والسي برضه 0 داش، والدي برضه داش، والاي بتساوي داش، عبرنا عنها. لكن لما نيجي هان نعبر مثلا عن المربع هذا، تمام؟ ايش بنعبر عنه؟ عندنا الاي دائما ها في المربع هذا كله بتساوي واحد، عندنا هان دائما اي بتساوي صفر دربان، تمام؟ يعني بكون اي داش دائما، حطنا اي بتساوي هان دائما واحد. نيجي هان بنلاقي عندنا معبي عن البي سي، بيطلع عندنا هان شو اي؟ يعني هان بي نيجي هان عندنا البي بنلاقيه صفر يعني بي داش، تمام؟ والسي مش صفر، سي واحد بس عن سي، تمام؟ بيطلع عندنا هان الحالة هذه اي واحد يعني اي بي داش سي. طيب نيجي على الدي والاي، بنلاقي الدي في الحالة هذه نعبر عنها في الحالة هذه الدي انها بتساوي ايش؟ صفر يعني دي داش، تمام؟ ضل عندنا الاي، الاي في الحاله هذه شو هو؟ واحد يعني اي، تمام؟ هيك بصير نعبر عنها، ونفس القصه بنعبر عنها بالطريقه هذه وبنحطه جنب بعض وبنختصر الايش الشيء بكون مثلا اثنين متجاورين مثلا في الحاله هذه، حنلاقي عندنا في الحاله هذه دائما ايش؟ انه هان اي مثلا وبعدين هان بي داش او بي عفوا بي داش ايوه مضبوط، بعدين سي صارت هان ماشي سي هان، وحنلاقي عندنا جاي الدي صارت هان دي بوزيتيف، والاي ضلت زي ما هي اي. فالاختلاف حكون عندنا في ايش؟ بس في الدي والدي داش، بتروح الدي مع الدي داش، ضل عندنا هان اي بي اي بي داش سي اي. نفس التبسيط تعيد اربع فاريبلز والثلاثة فاريبلز، اللهم بصير الموضوع مور كومبليكيتد اكبر بكثير انه ينحسب في فترة الامتحان. وقلنا كان الحكايه بشويه تركيز فقط بزياده يعني، اما الحل نفس الحل، والواحد يتخيل كيف انه عندنا تو تيبلز، مره هان واحده فيهم الاي بتكون بوزيتيف ومره بتكون نيجاتيف، ويكمل عمليه العد يعني توزيع الارقام اللي هي 0 1 كذا كذا، مثلا عند 23 29 31 هنا ولا في الاخر يعني، تمام؟ يعني هاي القصه بشويه تركيز وبحل الموضوع، بس يعني حنفهم القصه كيف بتصير من نظريه في امتحان مش مطلوب راح يصل له المرحله في الحل، لانه حياخذ اصلا حتكون الموضوع زمنيا مش ممكن في الامتحان ينطرح. هذا بالنسبه لموضوع الفار فاريبلز، عشان يكون توضيح اكثر هذه رسمه توضيحيه انه كيف عندنا 2 دايمنشن او 3 دايمنشن، كيف هاي التيبلز، تيبل هاي الاي هذا فيها الاي 1 وهون اللي عندنا الاي 0. تخيل كيف بصير تصور عمليه التفكير 3 دايمنشن للقصه هذه، كيف تصير القصه كلها عمليا نهاية تخيلية يعني. هذا بالنسبة لمحاضرة اليوم، تكتفي اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله حنكمل باقي الشابتر في محاضرتين أخرين. بالنسبة لموضوع قراءة كارنو أمر بسيط جدا، حاولوا تستوعبوه كويس من المحاضرة لأنه مهم جدا، سواء كان على مستوى الامتحان أو مستوى الشخصي في موضوع المستقبل أو ما إلى ذلك. فأرجو أنكم تراجعوا
تساؤلات مستقبلية ممكن نتواصل عبر الواتساب لتحديد موعد نعمل فيه لايف أو نناقشه، أو إذا كان في فرصة نتلاقى في الكلية الفترة الجاية حسب الظروف. وإن شاء الله إلى اللقاء، وبارك الله فيكم، ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.